أنس الدريسي مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من إدلب. أهلا بك أنس. إذا ضعنا في تفاصيل المشهد في ظل هذا الاستنفار الذي أعلنته تحرير الشام، وهل من مستجدات فيما يتعلق بالخروقات؟ نعم هاجر، يعني بشكل عام أعلنت هيئة تحرير الشام عبر وكالة إباء التابعة لها بأنها ستستنفر جميع قواتها على الجبهات وخطوط التماس ما بين المناطق التي تسيطر عليها القبائل المقاتلة والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية بعد الانتهاكات الكثيرة التي قامت بها ميليشيا أسد مؤخرا بقصفها لعدة قرى في ريف إدلب الشرقي وأيضا الجنوبي، بالإضافة إلى يعني سقوط عشرات الشهداء والجرحى في على سبيل المثال يعني في بلدة الرفة وفي جرجناز سقط العديد من المدنيين شهداء وجرحى، وكان هناك دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة نتيجة القصف المركز من قبل ميليشيا أسد بالمدفعية الثقيلة على هذه البلدات وعدة قرى أيضا في ريف إدلب الشرقي. أيضا بلدة تل السلطان نالت نصيبها من القصف خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى حركة نزوح بالمجمل من يعني قرى ريف إدلب الشرقي إلى مناطق أكثر أمنا باتجاه الغرب أو باتجاه الشمال وصولا إلى الحدود السورية التركية. طبعا الانتهاكات مؤخرا كانت يعني من عدة محاور، أحيانا تحاول ميليشيا أسد يعني التقدم والاقتحام عبر مجموعات تتسلل إلى نقاط الرباط على الجانب الآخر، أي يعني المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة، أو عبر القصف المستمر يعني من قبل ميليشيات أسد المتمركزة حول محافظة إدلب، سواء كنا نتكلم القصف الذي يصيب ريف حلب الغربي أو ريف إدلب الشرقي أو ريف حماة الشمالي وصولا إلى سهل الغاب وريف إدلب الغربي منطقة جسر الشغور وما حولها، امتدادا إلى مخيمات اللجوء بريف اللاذقية في جبلية تركمان والأكراد. لا. جميع هذه المناطق هي خطوط تماس تتمركز بها 12 نقطة مراقبة للجيش التركي. طبعا الجيش التركي إلى الآن لم يصدر أي بيان حول هذه الانتهاكات الأخيرة، وبجانبها أيضا وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي بيان بشأن هذه الانتهاكات الكثيرة للاتفاق التهدئة الذي عقد في مدينة سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا الفصائل المقاتلة أعلنت بشكل عام بأنها استنفرت جميع قواتها، خاصة بعد المذبحة إن صح التعبير التي جرت بحق عناصر من جيش العزة في ريف حماة عندما تسللت مجموعات من ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية وقاموا بالاشتباك معهم ليلا، وأدى ذلك يعني إلى سقوط يعني أعداد كبيرة من الشهداء من صفوف عسكرية جيش العزة. نعم أنا أسأل الوضع الإنساني، يعني نتيجة هذه الخروقات وهذا القصف عادت من جديد حركة النزوح، وأيضا حركة نزوح في حالة سيئة جدا للمخيمات. صحيح هاجر، يعني بالنسبة للوضع الإنساني ينقسم الأمر إلى شقين، الشق الأول هو النازحون الذين نزحوا مؤخرا من تل السلطان وقرى ريف إدلب الشرقي إلى مناطق أكثر أمنا باتجاه الغرب أو باتجاه الشمال. طبعا الأعداد كبيرة، لا يوجد إحصائية دقيقة إلى الآن، لم تعلن يعني اللجنة العامة لمنسقو الاستجابة عن أعداد هؤلاء النازحين الذين نزحوا جراء القصف المركز من قبل ميليشيا أسد على تلك المناطق. طبعا تقدر الأعداد يعني بقرابة 5000 إلى 7000 نسمة نزحوا من هذه المناطق، أقصد هنا تل السلطان والقرى الأخرى. طبعا هذه الإحصائية تقريبية، ربما تكون أعداد أكبر من ذلك في كثير، ولكن لا يوجد إحصائية رسمية. بشكل عام جميع من نزحوا من هذه المناطق نزحوا كما هم، تركوا كل شيء خلفهم، أمتعتهم وبيوتهم ويعني مواشيهم وما إلى ذلك، وذهبوا إلى مناطق يعني نوعا ما تعد آمنة خوفا من تكرار القصف كما شاهدنا في بلدة جرجناز، يعني سقط الكثير من الشهداء جراء القصف بالمدفعية الثقيلة، وأيضا قبل ذلك في الرفة، وأيضا يعني كان هناك إصابات في تل السلطان وإصابات أخرى في عدة قرى بريف إدلب الشرقي. هذا الأمر بالضرورة سيؤدي بكل تأكيد إلى نزوح هؤلاء الناس إلى مناطق أكثر أمنا. بالنسبة للشق الآخر الإنساني هو المخيمات التي تعاني من مشاكل مستعصية منذ 7 سنوات لو سمحتي لي، يعني هناك حالة إنسانية ملحة بتدخل عاجل كون درجات الحرارة تنخفض وأيضا يعني هطول الأمطار بشكل متكرر،
غالبية الخيام في المخيمات على حدود سوريا التركية يقطن قرابة 600 ألف نسمة يحتاجون بشكل كامل إلى خيام جديدة، إلى عوازل جديدة، وأيضا إلى معدات للتدفئة من ألبسة ومدافئ. هناك حاجة ملحة، إن لم يكن هناك استجابة دولية لهذه المشكلة قد نكون على أبواب أزمة كبيرة، وقد تكون يعني مشكلة قد تسبب وفيات بين صفوف الأطفال. سنكون خاصة دائما في رصد مع بداية فصل الوضع الإنساني في عموم المناطق المحررة. أشكرك على هذه الصورة أنس تريسي، مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب.